يعقوب أبو عرفة المشرف على النشاطات اللامنهجية في مدرسة الفيل الأسد الأصبح. أهلا وسهلا فيك، وأنت غني عن التعريف أيضا في هذا المجال. وإيمان الحموري مدير المركز، مركز الفن الشعبي، أسعد الله صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. هو يعني نستطيع أن نقول هو نشاط ما بين مدرسة الفرير الثانوية في القدس ومركز الفن الشعبي من أجل تخريج هذا الفوج من يعني تحدثينا بشكل مختصر أولا عن النشاط. بالطبع هو هذا النشاط جزء من رؤية واستراتيجية أكبر، هو الحفاظ على الهوية الفلسطينية العربية داخل القدس. يعني دائما في محاولات للاحتلال الإسرائيلي طمس هذه الهوية ومحاولة لتهويد المدينة، فبالتالي كان في هناك ضرورة من خلال رؤيتنا كمركز فن شعبي ومدرسة الفرير الحفاظ على هذه الهوية. فارتأينا أن يكون في هناك تعلم للأطفال لتراثهم وموروثهم الثقافي الشعبي الفلسطيني، فجزء من هذا الموروث هو الدبكة الشعبية والأغاني الشعبية الفلسطينية. فكان في توجه ورؤية مشتركة من قبل المؤسستين في أنه يكون في هذا التوجه والعمل، يعني بالأخص نحن نقول دائما أنه التراث الفلسطيني مع الأجيال الكبيرة، فبالتالي يجب نقل التراث والموروث الثقافي من جيل إلى جيل لجيل الأطفال والشباب، لأنه للحفاظ على هذا التراث والموروث. فكان في هناك أنه يكون في تعليم للأطفال داخل المدرسة، طبعا بمشاركة أطفال من المدينة جميعها ليس فقط في لم يقتصر على مدرسة الفرير. لا بالطبع لا، ولكن كانت هي الأبرز ربما في هذا الموضوع. طبعا هي كانت مبادر مع مركز الفن انه يكون في هناك، وكان في هناك تبني لانه يكون في لكل أطفال المدينة، ولكن مدرسة الفرير استعدت في انه تكون يعني مرافقها انه تخدم هذا المشروع. نعم فنان يعني يعقوب عرفة، لما نتحدث عن الدبكة أو كما قالت إيمان أنه فعلا يجب الحفاظ على التراث وكذا، لما عندما نتحدث عن التراث الفلسطيني والعربي تتبادر الذهن فورا الدبكة، لازم تكون حاضرة معنا. طبعا هي الدبكة رمز من رموز ربما أحد أهم الرموز يعني. 100% والإشي الحلو في الدبكة أنه في عدد مشاركين من الأطفال كبير، يعني كل فرق الدبكة في المدارس لا يقل عددها عن 10 أو 12 طفل. فإذا بتلاحظوا في تخريجنا للمرحلة الأولى والسنة الأولى من مدرسة الدبكة كان في حوالي 200 طفل شاركوا في بهذه السنة، والسنة الجاية في عنا إقبال يعني بخوف، يعني صاروا كل الناس حابين إنه يدخلوا. المشاركة كانت كبيرة يعني في هاي الفترة، وقديش استغرقت وقت السنة كاملة؟ سنة دراسية، يعني المشروع بلش في شهر 9 سنة 2011 وانتهى في شهر 5 2012. سنة دراسية كاملة. سنة دراسية كاملة. هلا احنا بنحضر قاعدين للسنة الدراسية. هلا هذا لا يؤثر طبعا للطلاب، انه بعد الدراسة النشاطات المنهجية بتتم بعد الدراسة. طبعا. يعني شغلة مهمة كثير انه كيف تنعكس هاي على نشاط الطالب؟ هناك من يقول مثلا انه مثلا الطالب بيضيع وقت بروح يتعلم دبكة وبدك ادرس احسن، وفي نفس الوقت هناك من يقول بالعكس تماما، ربما هذا يساعده بشكل اكثر. وانا من هذول الناس بالعكس. وهذا يبدو ثبت رسميا وعلميا انه الطالب عندما يقوم بنشاطات لامنهجية بيأثر ايجابا على دراسته. طبعا هي التربية السليمة اصلا، عشان نقول انه العقل السليم في الجسم السليم، المفروض انه يصير في نشاطات متوازنة للأطفال بين المنهج التعليمي اللي بتعلموه وبين هواياتهم وأهوائهم والأشياء اللي بحبوا يعملوها. الدبكة وغير الدبكة هي كمان في استخدام للجسد. صحيح. التعليم هو بس صحيح. عملية ذهنية أكثر، فهون بتخلق التوازن عند الأطفال، بيدخل عامل الرياضة كمان في الموضوع، يعني بيتحرك العقل السليم في الجسم السليم كمان. بعدين كمان بتعلموا الأطفال كيف يوزعوا وقتهم، إنه في وقت للدراسة. صحيح. في وقت للدبكة، في وقت للموسيقى، في وقت للأغاني، وهي بتساعدهم أصلا كيف يحافظوا على حالهم باستخدام الوقت بشكل جيد، وكيف يقدروا يحصلوا على نتائج أفضل في المدرسة ونتائج أفضل كمان بحياتهم العملية. إيمان، مركز الفن الشعبي طبعا أبرز ما فيه هو الدبكة وهذا الجانب يعني اللي بيتعلموه. الدبكة لها طبعا أنواع كثيرة ومختلفة، الدبكة الشعبية الفلسطينية، وتتميز بالزي واللباس وما إلى ذلك، والدبكة الرجولية الرجالية، وأيضا الصبايا اللي تحالف. ما في شك انه يعني، او ما بدي اتحدث اكثر، بدي اعطيك المجال تحكي عن موضوع
شو بتمثل هاي الدبكة الفلسطينية الأصيلة هاي للعالم ولنا كشعب فلسطيني؟ بالطبع إحنا يعني كمان من المهم إنه ننظر للفلكلور، على الأقل نحن كمركز فن شعبي لا ننظر للفلكلور بشكله المتحفي، يعني نحن ننظر إنه في متغيرات وإنه يجب أن يكون في هناك إنه نحن نطور الفلكلور. يعني ما كان يعني اليوم الدلعونة بأكثر من شكل أنت بتدبك الدلعونة، فيعني في هناك آراء مختلفة. في بعض الناس بتقول إنه التراث إنه الدبكة ما دام برزت على المسرحية لم تعد فولكلور بحت، فبالتالي نحن نقول نحن الفولكلور متجدد والتراث متجدد وليس متحفيا، فيجب أن ننظر إلى هذا الموضوع يعني. ونحن أيضا نضع رؤيتنا بالفولكلور، يعني مثلا أيضا كيف ننظر لدور المرأة بالفولكلور، يعني المرأة كانت دائما مزارعة ومنتجة وإلى آخره، هذا في بعض الأحيان لا يبرز في الفلكلور، فنحن نقول لا، يجب أن يبرز ما هو الإيجابي بتراثنا الفلسطيني الأصيل، يعني سواء من خلال الدبكة الشعبية سواء من خلال الأغاني الشعبية يعني. فبالتالي هذا مهم إبرازه. يعني بالنسبة لنا إحنا يعني حتى يعني لما بنقول على الأطفال إنه في هناك حتى مبادئ، يعني لما الطفل هو بشعر بفخر إنه أنا عمالي أبرز هذا الفلكلور، يعني فرقة من الفرق ذهبت وعرضت بفرنسا، فيعني شعروا في إنه هم من خلال هذا البرنامج إنه هم راحوا وعرضوا تراثهم الفلسطيني لبلد آخر. هم كمان بتعلموا الانتماء إنه أنا بنتمي للمجموعة طبعا. فبالتالي إنه هذا الفولكلور علمني والدبكة الشعبية هي اللي علمتني أنتمي للمجموعة، هي اللي علمتني إنه أنا مع هذه المجموعة بقدر إنه أخرج بعمل وبمنتج. فبالتالي يعني حتى الأهالي يعني يمكن الإقبال، أنا كتير فخورة إنه الإقبال كان شديد الفصل الأول، يعني هذا هو أول فصل منقوم فيه أو أول سنة للأطفال، كان في إقبال شديد. وبعد التخرج يعني الأهالي شافوا ورأوا إيش فعلا كان فيه هذا المنتوج، فمهم كمان الأهالي تشوف إيش المنتوج وإيش الدبكة. وأيضا يعني يمكن بمركز الفن سواء بالمشاريع بالأماكن المهمشة أو بالقدس أو برام الله، إنه في هناك كمان مزج بين الأطفال اللي هي من الفئات الاجتماعية المختلفة. صحيح. يعني مثلا يعني مدارس حكومية ومدارس خاصة وإلى آخره، بصير في مزج إنه كل هؤلاء هم مهتمين بالتراث الشعبي. وبالتالي كمان إحنا حتى يعني في هناك دفع رمزي للأطفال حتى لو إنه الناس قادرة، لأنه بهمنا إنه الناس تتعلم الفولكلور والدبكة الشعبية. في يعقوب، هل يقتصر الموضوع الدبكة تحديدا على الأطفال؟ يعني أحسن نتعلمهم من السن الصغر، أما أنه واحد بأجيالنا مثلا بنعرف بالحارات كلنا يعني موجودين بالأعراس وكذا بندبك كلياتنا، بس مش بهالطريقة المضبوطة. هو العلم بالصغر كان نقش على الحجر. صحيح. هي شغلة كتير ثابتة ومهمة، بس أنا بدي أحكي لك كيف إحنا بلشنا هذا المشروع مع مركز الفن الشعبي. إحنا مدرسة الفرير صار لها 5 سنين بتعمل مسابقة الدبكة لمدارس القدس. في البدايات كان مشاركة المدارس ضئيلة، كان يكون في 7-8 فرق بشاركوا. صار تتطور الأمور شوي شوي لما بلشنا مشروعنا الاستراتيجي مع مركز الفن الشعبي، كيف إنه نبث روح تعلم الدبكة في القدس. أول خطوة عملنا دورة تدريب مدربين، فبعتولنا مدرب اسمه شرف دار زيد، عمل ورشة بتجنن لحوالي 30 شاب وصبية من القدس إنه يصيروا مدربين للدبكة. الأثر تبع هذه الشغلة إنه السنة لما عملنا مهرجان الدبكة كان فينا 30 فرقة، فاللي صار معنا إنه كنا نعمل المهرجان ليوم واحد، هاي المرة سويناه ليومين لكتر الفرق العمال بتصير. هلأ ضمن الاستراتيجية بين مركز الفن ومدرسة الفرير السنة في أفكار إنه نعمل مثلا تدريب لطلاب الجامعات، وفي كمان فكرة إنه نعمل دورات للأهالي. يعني زي ما تفضلت يعني هو تو بالضبط. يعني صعب انه الكبار يتعلموه؟ لا مش صعب، لا مش صعب اطلاقا، كمان في حرج معين بصراحه. يعني احيانا الواحد في حفله بتدعى الى المشاركه بالدبكه، بتعرف كل بيك، لكن بهذه الطريقه الحقيقيه الاصيله اللي فعلا جيده ممكن تعجز او ما
تقدر وتحرج في هاي ان شاء الله السنه الجايه بنورجيك نتيجه مشابهه. انا راح اكون معكم ان شاء الله. تستغرب بالعكس في اقبال من الكبار طبعا لازم يكون في لازم. احنا بلشنا اصلا نفكر بهذه الفكره بطلب من الناس انه ما فيش النا بدنا احنا نطبخ بدنا هيك بالضبط. نفكر انه السنه نفتح دوره للاهالي ان شاء الله بتوصل. اذا مدعوين يعني حتى اللي عنده حرج معين في الدبكه انه ممكن يشارك طبعاً. بعدين بتساهم بالرجيم بالضبط. انا جاهز لهذا الموضوع يعني افتش من زمان على شيء من هذا ان شاء الله بنشارك. خلاص انت اول مشترك ان شاء الله. نشكركم جزيل الشكر يعقوب ابو عرفه وايمان الحموري ونتمنى لكم النجاح دائما في هذا المجال والرياضه فعلا الفن الذي مقرون بالرياضه الحركات جيد جدا ومؤثر ايجابيا على الدراسه لاطفالنا. اعزائي المشاهدين ننهي هذه الفقره ولدينا الفقره الاخيره بعد قليل مع ايه التي كانت معنا في البدايه بعد لحظات وبعدها ننهي هذا البرنامج.